إلي أول شيء مبروك بيج جيم لك اليوم، يعني وير شورت على 1 ريباوند 1 اسيست، كنت عملت تريبل دبل. خبرنا على جيم اليوم راضي عن أدائك حتى لو ما عملت تريبل دبل، يو ار فيري كلوز. هي كانت هيدي شيء المرة الثامنة أو التاسعة بكاريرتي كون بدي وحدة أو شيء ما بيأثر، مهم ربحنا يعني. وإيه أنا الحمد لله راضي عن أدائي، إن شاء الله بعد يعني بدنا نشتغل أكثر يعني. الواحد ما لازم يرضى دائما، لازم يضل يطمح أكثر. هلا عندكم بريك للمنتخب، كيف تشوف التشانسز تبعكم بالنكست جيمز اللي جايين اب تو؟ هلا نحن صراحه التشانسز عم نكون هيدا المنتاليتي اللي حدثنا اياها كوتش صبت، انه كل جيم بدنا نفوت اصلا نربحه، بدنا نتحضر كثير منيح. عندنا وقت هلا عم نتحضر وعندنا كامب، ان شاء الله هلا كل التركيز للمنتخب وكل جيم فينا نفوت نربحه اذا لعبنا الجيم تبعنا، هيدا هو اللي لازم نعمله. ديفنس نقاتل، لما نلعب منيح في عندنا كثير ادفانتج. جود لك، على كل حال نحن عندنا ثقه فيكم. ثانك يو الي.